الفريق اللي تكنسب كتقيم هو الفريق الأخ عرافي هو اللي يسلم جائزة سيطار في الاسم القرن بشكور هلا عندنا صفحة حلوة غادي ندوزو صفقوا معايا بحرارة الحضور كلهم يتفضل معانا من غير سعيد انسان حسنو نظيف سي سعيد اخوان الصحابي ديالنا اللي مشهورين باش يعطيو واحد بالمناسبة عندو كلمة خد صحفيين يحضروا معانا إخوان باش نشكركم نشكركم على الحضور شي كلمة آخر الصحفيين اللي مشكور في حيدنا دخل الاخ سعيد ياك تفضل سي سعيد لا تصفقات الاخ سعيد كلمه في حق سي سعيد اولا كنقول شكرا للمبادره ديال كازا الشباب على هذا الاحتفال الشباب ديالنا اليوم اكثر من 1000 طلبه محتاجين التقطير محتاجين ليخذوا بيديهم لان الزياره كثيره لان الفقر قطاع لان مجموعه ديال المسلمين كتخليهم ياخذوا عن الطريق فاولا مره اخرى كنحيي هذه المبادره ديال كازا الشباب وديال السي حسوي وكنحيي الشباب ديال حي الشباب اللي نتمنى ان شاء الله يكون بعيد الشباب صالحين هذا الذاكرة أو هذا الانتصار حضورة في الذاكرة لأن كان فوز مستحق لهذا القضية أكثر من رجاء البيضاوي وكانت السي سعيد إيقاف بواحد الشكل ملفت وكانت واحد الفكرة حتى جا لفريق الرجاء لقاء الحارس العملاق اللي عملاق بشكله وبتصرفه وبأخلاقه وكل شيء فاليوم احنا لنا الشرف كبير باش نحضروا مع السي سعيد عيد صالح وكنتمناو له صحة جيدة عمر طويل وواحد الدنيا صالحة كما كنتمناوها الاخوان الساكنة ديال الحي الشباب كلهم ان شاء الله بخير وسلام كلمة بين السعيد صالح بسم الله الرحمن الرحيم. على الجميع
مبادرة طيبة للحفل الناجح اللي كانت به واللي هي على جميع السكان ديال حي الشباب. أما تنشكر الناس اللي جاو من بعيد ولا من قريب اللي بيركوا صراحة هذه النهضة هي التالية في التاريخ ديالي معي التكريم والتكرم في مدينة الخيرة. واليوم جا التكريم التالي في الحي ديالي اللي سنفتخر به في المشيت. والحمد لله هذه الخيرة عطانا عطا رياضيين عطا ممثلين عطا صحافة عطا الناس ديالنا يعني الترجمة ممثلين ديال السكان على المجهودات القيمة اللي تيقوموا بها. تنشكر لاله فاطمة على المجهود الكبير اللي تقوم به. تنشكر السيد عيسى وليد الكبير وتنشكر الناس ديال الشباب المفهومة هذا الوليدات اللي عندنا مواهب كثيرة اللي تقدر تقطعها ونحاولوا نتفرجوا الجهود كاملين باش نقولهم طريق الصحة لأن الوقت الآن تعطلوا واش واقع فيها ونحاولوا يعملوا شي اللي نعدالو ونوجهوا الرياضة ونوجهوا الفن ونوجهوا التمثيل. عطا الله حوايج ونوجهوا الحوايج اللي تقدر للصحة ديال السكان. الحمد لله السكان ديال الشباب تقدروا أمثلة كثيرة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش الناس ديال الناس الشباب يكونوا في احسن خير. والسلام عليكم وسمحوا لي على هذا الكلام. بقوا معايا على البطل ديالنا والعام ديالنا دابا ولا عندنا رجاء ولا عندنا واحد الميدالي اللي هو لاعب منتخب وطني ومشهور سي عزة. صفوا عليه صفوا على سي عزة اللاعب المحترم ديالنا والتحية ليه. ابا الا المشاركة هذا الحفل مصعب المقيمة رجوية الميدادي هذا كل مغاب عبد الله وتصفيق أصحابه لأخصيها هنية جمعية أخوات أخوات أحكالي من مساوى وحنا نفاجئوا يا سيدي عيسى ولكن كان المساوى بحق التكريم ونبقى جمعية خاصة جماعي السلاح كون الأخ عبد الحسن مصطفى هو ابن حيدرنا ابن محمد كان المساوى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا كل الشكر للجمعية اللي فكرت الأخ عيسى لأن الإنسان عطى كثير للكرة المغربية والناس اللي طلعوا هم النساء في البلاد مع الأسف لأن ما كان الناس المسؤولين ما كيتفكروش الناس اللي عطاو لهذه البلاد. ومرة أخرى كنشكر الجمعية اللي فكرت عيسى اللي هذا اليوم الجميل اللي خصها به وشكرا. هذه كنا نتحدث عن سيرة 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 سي
كل شيء تفضل يتصور معاه. عاود صحتكم.